ولا خوف ولا إهمال على كافة المستويات. يعني مروان بحب لبنان كتير، وبحياته ما كان يفكر يفل من لبنان، بس هلأ بده يفل وعم بفكر جديا انه يفل. ومش وحده مروان يلي بده يفل، في قسم كبير من الشباب اللبناني، وخاصة بآخر سنة وقت ما الوضع الأمني عم يتراجع لورا، بدهم يفلوا لأنه ما في بديل للحماية. ومروان خبر لبرنامج انت حر يلي زاره ببيته برميلي، انه بس وصل على مخفر الاذاعه ليقدم بلاغ لحتى يقدم شكوى، كانوا نايمين بالمخفر. وهيدي على طول بيقولوا لنا اياها المواطنين، على طول الامن بينام مع المواطنين. المفروض الامن يوعى بس نحن ننام، يعني نحن 10 11 بالليل بننام، الامن لازم يوعى والقوى الامنيه لازم توعى بالمخافر. ما حدا فتح له الباب بالمخفر الا ما صار يخبط ويدق على الباب بقوه لحتى يفتحوا له. بتاسف لواقع المستشفيات بلبنان. مستشفى رفيق الحريري الحكومي بدهم يدفعوا 37 الف ليره لحتى يقطبوه لحتى يطببوه. قالوا له شوف حدا يجي يدفع لك لحتى نعالجك لحتى نقطبك. مش وحيد المستشفى يلي بتعمل هيك، كل المستشفيات بلبنان ياما ناس بتموت على ابوابها. ولكن للاسف يعني مستشفى بتحمل اسم الشهيد رفيق الحريري مش مفروض انه يصير هيدي الاشياء فيها. على كل حال في كتير مشاكل بهيدي المستشفى، وان شاء الله تكون على طريقه الى 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 الحل. بس يلي بنعرفه انه في مشاكل كتير ومن رواتب وغيره وبكل المستشفيات، والواقع الاستشفائي بلبنان الى تراجع. على الطريق ما حدا استرجع يوقف له. هلا بلبنان معروفه صار إذا بيشوفوا قتيل ضربته سيارة وميت ما حدا بيوقف، بس إنه يشوفوا شخص حتى مجروح، حتى ما بعرف، يا بدنا نقول الناس عم تفقد جزء من الإنسانية، يا بدنا نقول إنه صارت الناس خايفة من الـ من الـ من الواقع الأمني ومش مسترجية تقرب. في معي اتصال على الهواء على الأرام أكيد يلي بحب يحكينا اللي عم تمرق على الشاشة. مساء الخير. ألو بونسوار. بونسوار، تفضلي. كيفك مسعود جو؟ الحمد لله، تفضلي. أنا بدي أخبرك شيء صار مع ابني نهار السبت الساعة 3:10 الظهر. نعم. نازل من شد البوشية على ملعب ميشيل المور. بيطلع حد واحد، هلا الساعة بتمنى مقفل سيارته، بيطلع حد واحد بحط الفرد بخصره وبقول له شو في معك بالبورتموني مصاري. نعم. بيشلحوا 130 ألف ليرة. بيطلع بيلاقي معه كارت البنك. بقول له خفف شوي، في فان ابيض، في شبان ماشيين قدامه. نعم. بصيروا ماشيين هن، وقال له ممنوع تقطع قدامه، واذا بتفتح تمك بكلمه دل على بنت واقفه على جنب الطريق. بقول له اذا بتفتح تمك بكلمه بدي اقول انه كنت عم تغتصبها لهالبنت انت، وانا بدي دافع عنها. نعم. هلا ضل ماشي، ضل قام هو وقف بعيد شوي عن الباك ابني، قال له وقف هون، الفان قرب لقدام الاي تي ام. نزل ابني سحب له المصاري وقال له محقق، قال له بدي كشف الحساب، انه صفر حسابك. نعم. نزل معه 400,000 مصمدهم بالبنك كان بعده. نعم. قشطوا اياهم، سحب له اياهم واجى اعطاه كشف الحساب مع المصاري. نعم. 400,000 و130,000 من البورتمونيه. بعدين شو رجع صار؟ بعدين رجع قرب لقدام شوي، قال له بتكفي لحتى يقطعوا عن الكاميرا تبع البنك. نعم. كفى، قال له وقفني هون، نزل طلع بالفان فل، وقبل ما نزل قام قال له ان شاء الله كل ألف اخذتها منك بتردها مليون ليره. نعم. يعني طلع ادم اخر شيء. نعم. ابني ما راح بلغ ولا شيء لانه اصلا اول مره انه صارت معه. ما عنده تفاصيل عن الناس اللي فاتوا على سيارته. على كل حال هيدي عم بتصير، وهيدا الاسلوب. لا. هيدا الاسلوب عم بيصير، حتى يعني صار مع زميل لنا بالام تي في كمان، زميلنا الي بطرس صار معه، بس الي يمكن ما حطوا فرد، استعملوا السكاكين، وفي عنده يمكن جرح بكل جسمه او ما بعرف، يعني في عنده يعني كمان وضعه سيء جدا، وضعه الصحي. هلا يمكن الحمد لله على سلامه ابنك، يمكن وضعه يعني ما صار معه شيء كثير خطير او تم ادخاله الى المستشفى، بس يمكن عايش قلق او صدمه معينه. رح ناخذ اتصال ثاني. مساء الخير. الو. الو مساء الخير. مساء الخير، تفضل. كيفك سيد جو؟ الحمد لله، تفضل. بس كان في عندي مداخله مشان الشاب بالهوندا. نعم. صارت معي نفس القصه مع زميل لي بشغلي. نعم. كان مسرب على بيته على السفاره الكويتيه. نعم. سيارة هوندا طلع فيها على اساس انه هي تاكسي، نفس مواصفات الهوندا اللي انحطت، يعني هوندا فضية او زيتية، وفيها لغتهم هن لما يكونوا بقلب السيارة
عم يتخانقوا عم بيقلبوا حكيهم بين سوري وفلسطيني هيك عم بيقولوا لنا. بعتقد هيدي النمر مزوره عم تكون ومدهونه احمر او نمره مزوره حمراء عم تكون. صحيح عم تكون من قدام حمراء ومن ورا بيضاء. نعم نعم. وعم بيتهني لهجتهم اول شغله بعلبكيه، هن بعلبكيه لما عم يتخانقوا مع بعض عم بيحكوا باللهجه البعلبكيه بس نعم. عم بيحاولوا يغيروا بحكيهم. على كل حال بمنطقه بيروت وبخاصه المناطق اللي عم تحكي فيها الفانات والنمر الحمراء المزوره وهيدي الفانات كلها اللي مش مستوفيه الشروط ويلي عم يشتغلوا شغله غيرهم يعني المعتر اللي في حق النمره ما بين الكبيره وهيك هودي الفانات والعالم ما حدا عم يسترجي يوقفهم ف ما بعرف القوى الامنيه هون في بهيدي المناطق مافيات ما عم يقدروا يوقفوها وصرنا فترات طويله عم نطالب وكل المواطنين بيطالبوا بلبنان. على كل حال حتى نختم هيدا الملف وهيدا على طول من الملفات الامنيه اللي بتضل مطروحه بانت حر كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع رح نعرض مواطنين عم يتعرضوا لسرقات رح نعرض مواطنين عم يتعرضوا لظلم. المواطن للاسف اذا كان بيعرف حقوقه وعنده واسطه بيقدر يتحرك ويروح على المخفر وينفتح له محضر. اوقات صدقوني بيستكتروا على المواطن اللبناني يفتحوا له محضر بيقولوا له بدك تطلع على النيابه العامه وبدك تعمل وهيدي عم بتصير كثير اقله لما مواطن بيبقى متعرض لهيك شيء ويوصل على مخفر انه ينفتح له محضر بشكل سريع وهيدي من الامور من البديهيات يلي لازم هن يركضوا ورانا لحتى يعملوها. وهيدا التقصير بيصير من الافراد يلي في عده اسباب ما لهم جلاده يشتغلوا في عده اسباب يمكن اسباب ماديه يمكن بيلاقوا حالهم معاشهم ما عم يكفيهم اذا شغله مش جايين منها مصاري ما بيعملوها وعدد من الامور. ان شاء الله ان شاء الله بهيدا الوطن نرجع نعيش بجزء من الامان لانه الامان فقد كليا بهيدا البلد. ما عنا امان لانه اسبوعيا اسبوعيا على الرقم الداخلي لانت حر بيجينا اكثر من 10 او 20 سرقه. وبنهايه هيدي الحلقه اصلا رح نحط الملف الامني لتشوفوا من اسبوعين لليوم قديش في عمليات ومشاكل امنيه صارت. قبل ما ننتقل لبريك وتعليقا على اول ريبورتاج كمان وسوبر ماركت تي اس سي واللي صار مع المدام كمان في عنا محضر من مديريه حمايه المستهلك بحق شركه مركز السلطان للاسواق المركزيه. في اول شيء فرق بالاسعار عم بيبيعوا بفرق بالاسعار يعني الاسعار لا تتطابق مع الـ مع الـ الشروط المستوفيه او الاسعار اللي لازم يبيعوا فيها. وفي عندنا مشكله ثانيه كمان بهذا المحضر بيقول هذا المحضر نوع المخالفه مواد غذائيه منتهيه الصلاحيه معروضه للبيع على الرفوف. نتمنى هيدا الملف الملف الغذائي ما نرجع نضطر نحكي ونفتح هيدا الملف اكثر ونرجع ندخل ونصور بقلب المحلات التجاريه وبقلب السوبر ماركت. اوعوا تفكروا نحن بننبسط انه نروح للاخر بهيك ملفات لانه بنعرف انه الناس بتصير تخاف اكثر ولكن لازم نحط ايدنا على الجرح ولازم نسمي الامور باسمائها لحتى الكل يخاف. فيكم تسمعوا هيدي الحلقه كمان مباشره على الهواء على جرس كوب اف ام يلي بده يحكينا كمان بيحكينا على الارقام على اسفل الشاشه. تويتر كمان انت حر والبيج على الفيسبوك وكل اللي عم يكتبوا لنا على الفيسبوك وكل اللي عم يكتبوا لنا على تويتر وكل اللي عم يحكونا على رقم الام تي في عم نرجع نتصل فيكم وناخذ ارائكم واذا عندكم قضايا عم نرجع نتواصل احنا وياكم. بعد البريك قضيه المحجبات في السلك العسكري وتحديدا في قوى الامن الداخلي. المؤسسات العسكرية هذا شيء خطر جدا، في نظام بقوى الأمن الداخلي وبالأمن العام وبالمؤسسات العسكرية كلها في اسمه نظام اللباس. سيارتي مجرد ما تفوت على لبنان أنا لازم ينعرف على حدود إنها سيارة مش شرعية، تبعون الجمارك وين دورهم؟ منتابع انت حر كمان امبارح بعكار بشمال لبنان كمان تسممت عائله باكملها يمكن 7 أشخاص أو 9 أشخاص من وراء ما اشتروا سندويشات دجاج يمكن في قسم من اللبنانيين عرف فيها. هلا قالك اكيد لما بينفتح تحقيق او بدهم يجربوا يلحقوا يا بيطلع حق على المطعم يا بيقولوا لك مش محطوطه بالبراد او بيرجعوا يلحقوا يلي مسلم الدجاج. الاهم بهيدا الملف انه ما فينا نضلنا كل جمعه نقول لكم سممت ناس وفي لحمه فاسده وفي دجاج فاسد. رح اخذ غسان من ستوكهولم على السكايب. مساء الخير غسان. مساء الخير اهلا وسهلا. تفضل بشكل سريع. أنا بشكر كثير على هالبرنامج مستر جو. أهلا وسهلا فيك. أنا بحكي معك من السوين. نعم تفضل. الغلط الأساسي مش من الشعب، الغلط الأساسي بيرجع للحكومة. نعم. اللي عندنا النواب كلياتهم عم يسرقوا هالشعب. بتدخل علينا تدخيل لما نحن بنطلعهم، بيطلعوا على الكراسي وعلى المناصب، بيطلعوا شحاطين وبيطلعوا غنايا من هونيك. كلهم عم ياخذوا من الشعب. من رئيس الجمهورية إلى أصغر نائب عني. كلياتهم حرامية باستثناء.
25 سنة أكثر 32 سنة أنا بالغربة وكل سنة بقول هالسنة ليش تركت؟ ليش تركت غسان؟ ليه تركت لبنان؟ ليه تركت وطنك؟ تركت من الذل ومن العذاب ومن القهر، تركت من الدمار. أنا راح لولد ببيروت. بتفكر ترجع؟ كيف مات ابنك؟ قصة طويلة عريضة. نعم. يعني ما بدي. بتفكر ترجع على لبنان؟ ارجع على لبنان؟ صدقني أنا نعم أنا يعني مني أنزل على لبنان. أول مرة 15 سنة ما نزلت على لبنان، فلما نزلت على لبنان قال لي الأمن العام أنت مجرم، أنت لبناني؟ قلت له نعم. قال لي ليش ما نزلت على لبنان؟ صرت أبكي بل بالمطار. نعم. أنا بفكر أرجع على لبنان، بس لما عم شوف هالمناظر هيدني، عصابات عم تقتل الناس وعم تخطف ناس، والغني فيهم بيصير شحاد والشحاد بيصير فيهم ما غني. نعم غسان، آخر كلمة بيصير. آخر كلمة بتوجهها نعم. لكل السياسيين اللبنانيين، خاصة وأنه أنتم ببلاد الاغتراب، حتى حق نعم. الانتخاب بعد ما أقروا ما فيكم تنتخبوا، يعني أخدين جزء من أخدين لكم جزء من حقوقكم كلبنانيين. يعني نحن كلبنانيين، انا الحمد لله عندي 5 اولاد، والاربع اولاد موظفين، ما في الا عندي واحد بعده بالمدرسه. نعم. بنتي مديره مدرسه صارت، وعندي ابني شيف، وعندي ابني الثاني شيف. الله يخلي لك اياهم. كلمتك الاخيره للسياسيين. بوليس عم يصير. كلمتي الاخيره انه لازم تقمشوا العصابات النواب كلياتها، وتدقوها كلها بالحبس، وتجيبوا بدالها شباب كلها طالعين، يعني في ادمغه كثير منيحه. هيدي هالشباب هي اللي بترفع الوطن، مش هالعصابات الموجوده بلبنان. غسان، مين بده يفوت مين على الحبس؟ او لك بيبقى حدا يفوتهم على الحبس ولا كلهم بفوتوا؟ اذا الشعب ارادته قويه بتفوت الناس كلياتها، بتفوت من رئيس الجمهوريه الاصغر نائب على الحبس. شكرا لك غسان، اكيد رايك هيدا ونحن بنحترمه، وحق التعبير عن الراي انت حر هو اساسي بهيدا البرنامج. الملف التالي هو ملف الحجاب بالسلك العسكري وتحديدا بقوى الامن الداخلي. 400 امراه ربحوا بمباراه التطوع يلي شهدتها مؤخرا مؤسسه قوى الامن الداخلي، في 39 منهم هم محجبات، ومن بعد ما بعض الضباط ارتقوا انه الحجاب ينتهك الانظمه الداخليه للمديريه، او من بعد ما تبين انه في تعاميم داخل قوى الامن الداخلي من زمان لليوم انه الحجاب مش مفروض يكون. منتابع شو صار بهذا التقرير اللي عملته زميلتنا جو.